السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نأخذ فكرة أخرى عن الفريند، هذا باستخدام function واحد يدخل في داخل الامبلوي. لو حبينا نستغل ونستخدم أكثر من function، multi friends، أصدقاء عدة، يعني لا يكون عنده صديق واحد فقط. لاحظ هنا هذا كله لموضوع المالتي فريند، أكثر من صديق. طيب كيف أعمل أكثر من صديق لكلاس معين؟ هنا أنا عملت في عندي كلاسين، في عندي كلاس اسمه employee وفي عندي كلاس آخر اللي هو address. طيب الكلاس employee بيكون في داخلها ID, age, salary, first name, last name، هذه الأشياء احنا أخذناها من درس السابق صح؟ ايه public نفس الشيء، وضعنا فيها الكونستركتور، وضعنا فيها الديفولت القيم الثابتة. جينا اهمل هذا مؤقتا، جينا عملنا void show وبنعرض فيها المعلومات. طيب في الكلاس الثاني اللي هو address، الادرس بيحتوي ايضا على معلومات private. لاحظ هذا private وايضا الادرس بيحتوي على معلومات private اللي هو رقم الشارع، التليفون، المدينة، الدولة. هذا private في داخل كلاس آخر اللي هو address، يعني عندك كلاسين address employee. هنا عندك constructor أيضا للأدرس اللي هو نفس الشيء، بيضع لك الديفولت قيم الأساسية. بعد ذلك عندك الفونكشن اللي هو show بيطبع هذه المعلومات. هذا كلاسين منفصلين، بمعنى أنا لما أجي أطلب الأدرس لازم أنا أطبع الأدرس صح؟ لازم أنا أطبع المحتويات اللي موجودة في الأدرس، لازم أقول address ADD مثلا، وبعد ذلك أجي أستخدم الـ ADD.show حتى أعرض الأدرس بجنب، وأطبع أيضا الـ employee على جنب آخر لأنه هذا كلاسات منفصلة وهذا موجود فيها function. اليوم أستطيع عن طريق function واحد أعمل صديق لكلاسين، يعني أنت هنا أنت عندك كلاسين اللي هو هذا هو الكلاس للإمبلوي وهذا هو كلاس آخر اللي هو للأدريس. جميل جدا، هذا يحتوي على معلومات الموظفين إمبلوي وهذا يحتوي على معلومات الانفورميشن لهذا الأدريس العناوين. اليوم أنا أحب أفصل الأدريس العنوان عن الخصائص الموظف. طبعا نعرف إحنا البروبرتيز الأدريس أيضا من ضمن الخصائص الكائن اللي هو employ، بس لكن احنا نعرف الادرس دائما يحتوي على عناوين كثيره، يعني مثلا رقم الشارع، الزيب كود، البوستال كود، ومش عارف شو اشياء كثيره ممكن تحتويها كلمه ادرس. فلذلك انا قررت انه انا اعمل له كلاس منفصل حتى لا اعمل هذا كلاس مطول جدا. وكل مره لما انا احتاج كلمه ادرس في اي مشروع سواء كان للموظفين، للطلبه، لاي شيء، استطيع اخذ هذا الكلاس معي واحوله الى مشروع اخر. فلذلك فصلت الكلاسين. أستطيع عن طريق الفريند اليوم بدون الفريند، إذا استغنينا عن الفريند راح أطبع كل المعلومات اللي في الامبلوي عن طريق الفانكشن اللي في داخله اللي هو الشو، لكن حيعرض لي فقط الأشياء اللي موجودة في هذا الكلاس. نفس الشيء في الأدرس، أستطيع استخدام الفانكشن اللي هو شو وأعرض كل المعلومات لكن فقط الأدرس، معلومات الأدرس. أستطيع عن طريق الفريند أعمل لي function مثلا، هذا الفانكشن هو صديق للأدرس وهو أيضا صديق للإمبلوي، ولما أعرض المعلومات أستطيع أعرضهم كلتهم. خلينا نشوف هنا نفس الوقت أيضا الفانكشن هذا أستطيع استخدامها في تغيير المعلومات اللي موجودة في الأدرس وتغيير المعلومات اللي موجودة في الإمبلوي. يعني مثلا أنا عندي موظف هنا أنا محمد عيسى، اسم الأب محمد عيسى، العمر 32 سنة، الراتب مثلا $3,000. نفس الوقت هذه المعلومات لمحمد عيسى أريد نفس الشيء أطلع المعلومات لمحمد عيسى في الأدرس، يعني لما أطبع أشياء محمد عيسى في الإمبلوي مفروض الأدرس أيضا تطلع على أساس محمد عيسى. طيب كيف أعمل هذا الشيء؟ أنا عرفتهم، أجي هنا أنا أعمل لي function اللي هو void change value. إحنا بالسابق مررنا class employee، نستطيع argument آخر نعمل له، عفوا parameter آخر نعمل له عن طريق فارزة ونضع فيها address. وين المشكلة؟ إحنا مررنا object، هذه المرة بنمرر 2 object، ممكن نمرر 3 object، وين المشكلة؟ هنا أنا أستطيع دخول للمعلومات اللي تخص بمن؟ تخص لل
employ صح EMP هذا المعلومات الخاصة البرايفت اللي موجودة في الامبلوي. هذه المعلومات موجودة في لمن؟ في الادرس. إذا جماعتهم كلهم في function واحد. هذا الفانكشن أحتاج أنه أخذه بالكامل وأعمله copy وأجي أول كلاس عندي كلاس الادرس هنا أجي أعمل friend وأجي أعمل paste في هذا المكان. الكلاس الثاني اللي هو employ نفس الشيء في الامبلوي احتاج انه ادخل فيها وفي الامبلوي في public area مثلا اجي اضيف friend void change value واضع فيها البروتوتايب. لكن لاحظ احنا هنا بنطبع شو؟ لاحظ هنا انت في عندك ال age ال first name ال last name والى اخره من الامور. نفس الوقت عندك في الادرس بتطبع هذه المعلومات صح؟ جميل جدا. هنا لما تجي تعمل change value تعرف friend هذا الفانكشن الادرس لازم تعرفها في الاعلى. عدم تعريفك الها حيظهر عندك مشكلة في الامبلوي حيقول لك لاحظ bug حيقول لك الادرس cannot be resolved بمعنى انا ما اعرف من هو ادرس. ليه؟ لان السي يقرأ من الاعلى للاسفل فلذلك لما يدخل على الامبلوي يقرأ الادرس يكون تحت. فحتى اجعل الادرس معرف للامبلوي احتاج تعريفها في الاعلى قبل الكلاس امبلوي. ما هو كلاس ادرس؟ فكرتها نفس فكرة الفانكشنز لما كنا احنا نعرفها على شكل بروتوتايب. بروتوتايب للفانكشنز بالكلاسز نفس فكرة الفانكشنز كذلك تذكر فقط اسم كلاس ادرسز فقط. لما يجي السي يقرأ لما يشوف كلمة class address حينتقل يقفز إلى من؟ إلى class address. يقرأها أولا بعد ذلك يرجع مرة أخرى للemploy بيشوف أنه في الemploy أيضا موجود عندك employ addresses. هنا في الaddresses أنت أصلا قمت بقراءة الemploy فعادي هو بيعرف من هو الemploy. هنا تجي تمررهم بعد ذلك تجي هنا تعمل لك object الemploy تعمل لك object للaddress بعد ذلك تجي تعرض الemploy show الaddress show بعد ذلك تجي تغير قيمهم كامبلوي كادرس على اساس هذه الادخالات اللي انت قمت بادخالها. بعد ذلك تجي تطبع مره اخرى الامبلوي والادرس حتى تتاكد انه تم تغييرها. خلينا نجي نعمل سيف نجي نعمل ران مره اخرى خلونا نشوف. نلاحظ امبلوي انفو اي دي اول مره صفر اج صفر سالاري صفر كل المعلومات هي ديفولت هي الاساسيه. بالمرحله الثانيه لا اي دي اصبح 122000 محمد عيسى والادرس انفو هي ستريت 1234 الفون نمبر 3 مرات 1 سيتي كركوك كانتري الدولة هي عراق. فإذا احنا بهيك حالة نستطيع استفادة كثير من كلمة friend. الفريند يسمح لنا انه احنا ندخل على الكلاسات وعلى الاماكن الحساسة في الكلاسات وناخذ هذه الاماكن او هذه المتغيرات في داخلها ونستخدمها في فانكشنات منفصلة. لاحظ هذا الفانكشن هو خارج فانكشن الادرس وهو خارج فانكشن الامبلوي. خلونا نشوف الوقت 8 دقائق نوقف نكمل درس القادم.